سايس. يلا 8:09 ايميسيون امبوسيبل حلقة الثلاثاء 9 ماي 2023. ننطلقوا كالعادة ديما بعد 8 بالربح مع جات أسيرانس. جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. المدة 100 يوم جات أسيرانس باش تدلل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش دي زاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر وتهديلهم كارت كاربورون توتال إنرجي بقيمة 500 دينار. التيراج وصار عملته جات أسيرانس بحضور عد المنفذ. الرابح معانا اليوم ظهر لي اسمها لا اسمها هكا لا اسمها. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير لا اسمها. لا اسمها عباس هكا. مرحبا لا اسمها. منين تحكي معانا؟ من صفاقس. من صفاقس لا اسمها. ظهر لي في السر تحكي معانا بشويه. فما حاجه بالسرقه؟ بالسرقه على شكون يا اسمها؟ بالسرقه على شكون؟ فما شكون يسمع فيك ما تحبش يفيقوا بيك باش تفوز ب 500 دينار غاديك في صفاقس؟ باش ما تشيحهمش في الكهرباء باش حتى حد يقول لك تنقسموا كذا برا. هاو هاو اسمع نعديوها هكا. يا اسمها اش تعمل في الدنيا؟ انا ريزيدونت اوميتيان. سامحني شنو؟ ريزيدونت اوميتيان. طبيبه مقيمه. اسمع لازم اي طبيبه يا خويا محلاه. عندنا مده الطب هما اللي قاعدين يشاركوا معنا في الجات اسيورانس. يا نجيب القرعه تقريبا يلزمنا نشوف. لا اسمع وين الواحد كليه الطب؟ انا بلاصه انت تخرجت؟ انا كليه طب تونس. كليه طب تونس وماشيه في الاختصاص ولا مازلت في طب عام توا؟ لا في الاختصاص. اختصاص الانف والحنجره. اي معناها انت نهار اخر كي يجيك سي نجيب تزير يحب يبدل الصوت الحنجره هذه اللولبيه نتاعو يردها حنجره مكعبه يرتح بها العباد ويرتح بها روحه. عندنا الامكانيات العلميه نبدلوا اصواتنا ولا في الحنجره؟ بجد ما فماش امكانيات علميه. انا نحب نبدل صوتي. تقويم الصوت. تقويم النطق. هذاك اللي عنده مشكله في النطق. لا نحب نبدل. نحب صوتي انا هذايا فديت منه. نحب نولي كي عبد الحليم. العلم 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 وصل في الحكايه هذه ولا شيء؟ لا ماشي. معناها هذه امبرانت اللاعب ما نجم خاطر توا نبدلوا الشكل الوجه نبدلوا كل شيء الا الصوت ما زلنا ما لقينالوش حل. من الله اسمه هذية. من الله اسمه نواصلوا في نفس النغمة هكا بالهدوء هذية بتاعنا. اسمه انت يا شوري عند شكون في جات اسيورانس؟ فانا اجانس مدام انا شا تركي. منزل انت تسكن مالا في تونس وتوا تكلم فينا من صفاقس؟ اي يا باهي ما بتقضي من صفاقس ولا شتعمل في صفاقس؟ الستاج بتاعي اكشن في صفاقس. ستاج جاك في صفاقس. بلا اول مره تعرف على صفاقس ولا؟ لا انا اصلا من صفاقس. امورنا مريقله. ما تلاقي عائله غاديك تخفف بها الجو والواحد. صح صح تاكل في الشرموله. الشرموله والجو كذا والواحد وفما الزلوز هذاك اللي تاكل بقشور ومحليه توا وقته. اي اسمه اي ملا 5 سنين تبارك الله عليك يا اسمه. ما عندنا حتى اكروشاج بالكهرباء امورنا 100 100. ايش عملت؟ شنية علاقتها بالانف والحنجره هالانضباط هذا في الكياس؟ ما تعطس على حد في الكياس. هي ما تعطس على حد. حلوه اسمها زياد والله. اختصاص انف وحنجره. ما تعطس على حد. ذا اللي فيك تحكي معنا من السبيطار توا اسمع. اي اي ما يفيق بينا لا ناظر لا شيء. اسمعني ان شاء الله مبروك عليك جات اسيورانس ربحت كارت كاربورون توتال انرجي بقيمه 500 دينار. سلم لنا على المرضى في سبيطار صفاقس ورد بالك لا يفيق الناظر اي سورتو كاتب عامل نقابه غاديك اللام سبيطار صفاقس. يلا كانت معاكم هذه جات اسيورانس. جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. يلا فادي الربح مع جات اسيورانس نواصلوا في كونغرس اللوردات. ما نعرفش عنا لا فتره فيك توا ولا مازال بكري اللي بتاع صربيا مشات تشوف فيه تنزل بالمكحله نتاعها مشات تنزل على يا ويلك يا جيهان من جرائم الحرب اللي ارتكبتوها راهو ما تسقطش بالتقادم. والله على فكره البارح يا زيدون على ذكر جرائم الحرب ما حكينا على ماي 45 احنا البارح والجو هذاك والله صارت في توت استواغ التاريخ زاويه اخرى. حتى البلدان اللي تم تحريرها من النازيه
الجرائم اللي ارتكبت في حق الألمان زادة في حق الألمان اللي حسبوهم على لمجرد جنسيتهم لا لجنسيتهم لأنهم ألمان مثلا الألمان اللي اللي اللي, اللي دخلوا لإقليم السودات في التشيك اللي صارت عليه اللي أول ما بدأ هتلر في التوسع ضموا باعتباره يعتبر إقليم السودات حق تاريخي لألمانيا في تشيكوسلوفاكيا الإعدامات الجماعية معناها قالوا هاو الوجه الآخر للسلام انتر ماي 45 وانتر جوان 700,000 من الألمان قتلوا بشكل جماعي ويوريوا في شهادات يا زياد يا أخي من الوليدات صغار اللي عمرهم 6 سنين حيت راهو الراجل يبكي توا عمره 82 سنة حضر على المجزرة قالك صغار كانوا يعيطوا معناها يقولوا احنا شعملنا وما كانوش يصدقوا انه باش يتم تصفيتهم وخرجتهم السواديزون ما يسمى الأنصار مجموعات الأنصار متاع المقاومة اللي قاومت النازية إعدامات جماعية في ساحات إلى الآن وليدات صغيرات على نساء على كبار ما همش عسكرة العسكر هذوك عملوا لهم شنق بشكل واضح وراوا لقطات دوكيومونتير يعمل كيف شو يوريك قلت والله نتفرج وقول الإنسانية شبيه هكا راهو كي 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 تهبل الإنسانية يوليك الحدود بين الوحش والإنسان ينتهي هذوما محرين راهو رد بالك ما نش نحكيو على جرائم النازية وفي الأخر يتسأل الدوكيومونتير شنو الفرق النازية كي عملت هيك شنو الفرق راهو لي فوس كوميون الحفرة وحط فيها بالإعدامات تصور موثقة راهو اللعب ليه إنسانية تقوم ترجع الشر بالشر الشر بالشر الشر بالشر يعني هو قاعد يوري الوجه الآخر للسلام ما هو حتى من قبل من التاريخ القديم شيء شيء أما هذي كان أنا واحد من الناس كان الحلقة هذي غايب علي حلقة التحرير هذي بشوب الديمقراطية والورد ويعطي رأيك لكن التصفية عرقية تصفية عرقية الألمان في بولونيا الألمان اللي في تشيك الألمان اللي في بالضبط معناها الشيء اللي ارتكب نورنبرغ بالطبيعة طفيت الضوء عليه لأنه نورنبرغ ستحاكم المنهزم تلاجمش تحاكم المنتصر ذاك عليه العدالة والتاريخ بطبيعته يكتب المنتصر التاريخ بطبيعته يكتب المنتصر هذا قالها الرئيس بن علي أنا وقت اللي قريت رسالته بعد 2012 و11 على الحكاية هذه على المحاكمات اللي تشمله قال هذه عدالة المنتصر كنت تمنيت أنه الخطابات بتاعه وقت الحكم كانت على الدرجة من القوة اللي خاطب بها الرسالة هذه من جدة عدالة المنتصر اللعب ليه وما تلجمش تكون عدالة راهو العدالة القائمة على موازين القوى بالضبط. لا يمكن أن تكون كل شيء نسبي يلا المنتصر ما تنساش أما باش تتحاسب يا جهة وما تنساش زي العسكري بتاع ميليشيات أيه. ما تنساش الدور بتاع الميليشيات اللي هي الأصل بتاع الانفلات واللي نحكوا فيها الوحدة رد بالك لا لا إن شاء الله لي بلادنا مش تاع الشيء هذا إن شاء الله بقدر ربي لا جيان لا فترة فيك ونرجع قلب سايس على EFM أحلى راديو 28 دقيقة مع كونغرس اللوردات يلا الدستور الحر يطالب باستقالة نقيب الصحفيين في تونس وبفتح تحقيق في ملف اختراق الإعلام التونسي من قبل شبكة يقودها منتمي للإخوان المسلمين هكا أحكى بلاغ الحزب الدستوري هكما تشوفوا فيه على EFM TV الممضى من طرف رئيسة الحزب عبير موسي ورد فيها أسماء لبعض الصحفيين على رأسهم النقيب الصحفيين مهدي جلاسي تتهمهم عبير موسي بأنهم يخدموا في إطار شبكة مشبوهة متعددة الأبعاد إخوانية فما ذكر لإسرائيل والصهيونية والكائنات الفضائية لا علاش ما يعرف الحكاية حساب تو نحكيو اليوم السؤال الرئيسي في وراء التفاصيل على أهميتها هل الإعلام التونسي مخترق في كل حالات سؤال شرعي معقول خليني قبل من نعطي الكلمة لكم أنتوما معايا مباشرة على الهاتف الناشط الأستاذ عدنان بالحاج عمر عدنان كان في تدوينة ليه قال شبيكم ماكمش ماخذين الأمور بجدية تره تفضلوا تفاعلوا مع بلاغ الحزب الدستوري الحر جاوبوا عليها كان عندكم معطيات خلاف ذلك المزايدات أو التمييع المسألة راهو هذايا ما يعفيكمش عن ضرورة أنكم تجاوبوا هل المشهد الإعلامي الإعلام التونسي مخترق أم لا معايا عدنان بالحاج عمر مباشرة على الهاتف سي عدنان صباح النور
صباح النور برجان، تحية لك ولمستمعيك ولضيوفك على البلاتو سي زياد الغاني وسي جليل. نعم، وسي حسين العيادي معايا زيدا. سي حسين العيادي معاك، سامحني يا سي حسين راهو سي توا تي معنا في التليفون لا صديق لا شيء، قلت لي شم جايب وكذا وبالبرطله نتاعه وشيوعي ودرشنيه واحد لا لا لا. انا انقذت توا الموقف، انت عامل موقف، انت عامل موقف بالعاري صديقنا. طبعا طبعا فضلك ما عدنان، انت كنت من الناس اللي قلت ضروري اخذ كلام الحزب الدستوري محمل الجد وتفضلوا جاوبوا. ايه عليه عليه، انت من انصار التعامل بجديه مع هذه الاتهامات اللي في الحقيقه كثرت، الناس الجميع متهم الجميع بانه مرتبط بانه جزء من عمليه اختراق، تشو اين تجد الجديه في كلام الحزب عدنان؟ خلينا نتفاهموا سي برهان، انه عبير الموسي نعم. وحزبها الحزب الدستوري الحر عندهم الحق يمشي يديروا رايهم في اي شيء اكيد، وصلنا حتى كنت اقول حتى موضوع ما هو على راسه على راسه ريشه بالضبط، في موضوع مسموح يلزم يكون مسموح فيه التداول والحديث وكذا، وهي أكيد. ناس تحقها وعندها نعم. معطيات جمعت عندها معطيات صحيحه غالطه ممكن فيها صحيح وفيها اللي مش بالضروره غالط نعم. معناها غالط على كل حال الموضوع من الاهميه بمكان شنو يا اخي في تونس كل شيء وقع احتراقه الا الاعلام، فما تونسي نجم تجي تقنعه بانه الاعلام التونسي صافي لبن ولما تخترقه اي معناها شبكه واي شيء، المفيد هو انه اولا نتفاهموا على انه حتى حد وحتى شيء ما على راسه ريشه، ثانيا نستمعوا للمعطيات اللي يجيبها فلان وعلان، ثالثا ولما تتجمع كثير من المعطيات، انا راه الموضوع هذا اطلنطيس والموضوع هذا يكون باللول الحقيقه ما لم انتبه اليه بصفه خاصه، ولكن بدايه من تو تقريبا 4 أيام بديت انتبه لما بدات الامور وكانها تتدقق معناها كيفاه مثلا وين جوانب الدقه، لان لهنا حلقات مربوطه بعضها تبدا من الاخوان المسلمين تمر على اسرائيل تنتهي بقصه هالقصه المبهمه هذه نتاع اطلنطيس. ما تساعدهاش ما تساعدهاش، انا كاني بكيت اريد ان ترمي غشاء على الموضوع. هي فما ثلاثه او اربعه صحفيين جاو هكا اسميهم غدت في البيان نتاع البي دي اف البارح، يقال انهم معناها منتمين الى شبكه محرري المنطقه ميناء، وفما امور وتساؤلات بخصوصهم. ما ضرب ما ضرب أما الناس هذه تخرج تتحدث، مش تتحدث باللغة سمعتك المرة الأخرى سيدة أتطلع هذه أخبار جابها خبار وجابها وقت تتكلم وقت يجاوبوا بالطريقة هذه تولي الاتهامات تزيد. الوضوح سامحني سي عدنان، سامحني سي عدنان، انت قلت لي انا ما نحاولش نعمل غشاوة، انا الكلام الربط جبته من البلاغ، البلاغ ما حكاش على ارتباط هؤلاء الصحفيين بشبكه هذه الشرق الاوسط والعالم العربي فقط، حكى على ارتباط اولا الشبكه هذه اللي يرأسها اخواني، اذا ارتباط بالاخوان المسلمين، اللي كان زار اسرائيل اذا ارتباط بالصهاينه وباسرائيل، وعنده عندهم علاقه باطلنطيس اذا ارتباط باطلنطيس، هذاك علي قلت لك انا عدت لك بوضوح ما ورد في البليغ من اتهامات. وما الغرابه في انه قد يكون ذلك جدي بيان، قد يكون ذلك، لماذا لا يؤخذ الموضوع موضوع ماخذ الجديه والناس تحدث فيه ويكون عندك لا يتحدث فيه، والناس المعنية اللي وقعت الإشارة إليها بالإسم تقع دعوتهم للحديث، ما هم أنتم صحفيين وطالبوا معناها بأن حرية التعبير تكون مقبولة وأن الأمور الناس الكل تجني بدلها في المواضيع الكل، ولما يتعلق الأمر بالصحفيين نعملوا كوربوراتيز ويقولوا لا هذاك صحافي ما نجبدوش. وباش قالوا هما قالوا لا بالعكس لا أحد رفض، بالعكس احنا والدليل هانا نناقشوا ونحاولوا نسمع وجهة النظر، وعلى فكرة سي عدنان ديما نحاولوا نسمع وجهة نظر الدستوري الحر، لكن هو مقاطع يقول لعل زاد الإذاعة لهنا يعتبرها ضمن الاختراقات، والحمد لله رقيناك انت، نعرف انت استقلالية لكن من خلال مواقفك، ولينا نفركسوا على المواقف اللي بالله نحب نسألك سؤال، سامحني نحب نسألك سؤال، سامحني نحب نسألك سؤال سي عدنان، معك زياد الهين نحب نسألك سؤال، انت اطلعت على بيان النقابة حول الموضوع هذا ولا؟ اي اطلعت على بيان النقابة، هل يعتبر رد حسب رأيك ولا مش رد؟ يبدو انه غير كافي، اذا هي رجعت وعاودت معناها لحت في الموضوع ما وقتاش رجعت الموضوع من جديد؟ اسمعني البارح
اسمعني. تفضل سعد. انا حبيت نقول علاش الاستنصار هذا؟ احنا انا من الناس ساعتها يظهر لي اللي عبير هي بيدها تستنفر اكثر من اللزوم في بعض المواضيع. واليوم نحن كيفاش نجاوبوها نستنفر؟ موسي عدنان، يجيك واحد يقول لك انت زاد صهيوني وانت مرتبط، ما هو عادي جدا العباد تستنفر، مالاش تعمل معناها ما فماش. والاعلام قاعد يحاول يقدم وجهه النظر الكل، وكاو ممكن الطريقه ماشي الطريقه الافضل. لكن هذا يقول لك ما مش خليني من صهيوني ومن الاتهامات هذه الفجة خليني نقولها، هذه اتهامات فجة، ها نتحمل مسؤوليتي انا ونقول لك هذه اتهامات الى حد ما فجة. لكن هي تقول لك انت في شبكة، والشبكة هذه فيها فلان وفلان وفلان، علاش احنا نتوما ندافعوا على شيء اوغلو هذا توا؟ ندافعوا على شيء اوغلو اخواني ولا مش اخواني؟ معناها انا مساره الكل كان مسار نتاع في اتجاه الاخوان وفي مواضيع مريبة، معناها كلها مواضيع لها علاقة بالجهادية التكفيرية، ممكن حتى معناها شبكات إرهابية. ما الموضوع لا يعالج هذه السؤال بتاعي اللي هو جواب لأستاذكم، علاش الموضوع ما يتعالج بالرياض؟ علاش أنا أحب أقول لك حاجة. أنا قابلت واحدة من اللي وردت اسمائهم في البيان، حتى نقول عليها ما فماش مبروك خمير، قابلتها في بلاتو نهارين ولا ثلاثه في احدى القنوات التلفزيونيه الخاصه، وجبت لها الموضوع. ما لم تقنعني، ما قنعتنيش، ان مش معناها ان هي لابسه التهمه اللي تم توجيهها لها. انا معناها الطريقة نتاعها في الإجابة وكل، لا أنا ما نهبطش المستوى هذا وما نهبطش ما نجاوبش على هذا. أنا قلت لها جاوب، وأنتم وأنت على دينك جاوب، وكون على دينك ووضح ولا تطفش. عاجلا توا الحكايات هذيا لازمها تتوضح. هما يبدو أنه الطرفين طالبين فتح تحقيق قضائي في المسألة، النقابة لاجئة للقضاء، ورئيس الحزب الدستوري من خلال البلاغ لاجئ للقضاء ايضا. مثلا سي عدنان، معك خصمك سي حسن العيادي. لا لست خصمه، فقط مش نقدم توضيحات واضحه. ما تم تقديمه في بلاغ الدستوري الحر تم الحديث عنه في فيديو في اخر. عندك تفاعل مع عدنان ولا باش تعطي تحليل؟ مع عدنان باش فسر له، باش فسر له. ما لقيت واحده، خلي يبقى معي عدنان على الهاتف، استسمحوا ذلك، نستسمحك انت ايضا حسان وبقيه المستمعين. اخبار ونرجع لاستئناف في النقاش. خير 8:34 دقيقة. سي عدنان مازلت معنا على الهاتف؟ طبعا. او معك حسان للتفاعل. فيما يتعلق ببيان 1 مارس او 1 ماي عفوا لنقابة الصحفيين، كان البيان واضح وصريح حول ما قالته السيدة عبير موسي من انه نقيب الصحفيين التونسيين عضو في الهيئة الاستشارية، وانه النقابة عندها شراكة مع هذه الجمعية وجمعية محرر الشرق الأوسط. البيان واضح وصريح وستذهب هجة إلى المحاكمة. أما فيما يتعلق ببعض الزملاء تم ذكر اسمهم، وكمان التقيت أستاذنا صديقي مع مبروك، التقيت حتى أنا مع مبروك مع عدة أطراف أخرى غيرها تم ذكرهم. الكل عندهم خشية، مش خشية من التهم أو من الخصم، الخشية من هذا المناخ الذي باتوا فيه. مناخ عنده 10 سنين يستهدف الإعلام، مناخ شوه الإعلام، مناخ جرم حتى الفعل الإعلامي. ما نحكيش كونه الاعلام عرفته في منطقه القطاعيه نضيف يللش وما ثماش اختراقات وما ثماش تقاطعات مصلحيه فما، ولكن محاوله التعميم محاوله الترذيل ولات فيها الحكايه اصبحت منفرد. لماذا؟ لانه تم الاستناد الى تدوينه لشخص هبط فيه هني في منقب صحفيين بالانضمام والنقابه نفات، وبنى عليها استنتاجات واستخلاصات تنتهي بانه حزب الحر الدستوري الحر يطالب الصحفيين بإقالة نقيبهم أو النقيب يستقيل، مع أنه كنا نحن كما يقول المصري أو المثل إشحاء أو المحثور، لو كان عنا في هذا الزميل أو أي زميل آخر بهذه الارتباطات راه تم التعبير عنها في إطار الهياكل بالضبط. وما ثم، والأستاذ زياد يعرف كونه في اجتماعات بتاع نقابة الصحفيين وفي اللقاءات انه مش سكاك، ما نحكيش بمنطق سكاك، ولكن تتم المحاسبه وفق المبادئ، لان نؤمن بجمله من المبادئ نحب نطبقوها على البلاد هذه، وما نطبقوها الا ما نطبقوها على ارواحنا قبل ما نطبقوها على الناس الاخرى، من بينها
انه نحن لابد نحافظ على استقلاليتنا وعلى ابتعادنا عن كل ارتباطات مشبوه وجود اخطاء. سؤالك العدنان سؤالك العدنان هذا تدخل ينجم يكون تفاعلك مع عدنان تفسر العدنان في عرفت ما لامو على انه مبروك خضير مثلا ما قنعتوش صحيح ما قنعتكش حتى تحكي معاه مبروك ملقانه بالخوف. انت كان حكيت مع مبروك هل قتلك خايف ولا من الميليشيات اللي قاعده تسحل فيهم ولا فما زاد فما نوع من السحل الالكتروني صار ثم نوع من البناء سامحني استاذنا هل تعتبر انه نظريه المؤامره قادر انك تفسر بها كل احداث الدائره؟ هل انه ممكن تفسير اختراقات اللي صايره في الجسم الصحفي او في بعض وسائل الاعلام او التقاطعات المصلحيه بنظريه مؤامره كونيه فيها جمهوريه اطلنطس اللي تحكي عبير موسي على اساس انها باش تجي تحل محل التونسيين باش تولي عرفت ارض الميعاد اثنين ولا على شبكه محرري شرق الاوسط اللي ما عندها حتى نشاط فعلي في تونس وعدد الصحفيين التوانسه اللي منتسبين لهذه الجمعيه وهذه الشبكه ما يتعدش على عدد الصوابع والبعض منهم خليني نمشي اكثر منك ممكن حتى انخرط في اطار عمليه انا صاحبه من عرفت من مصر من لبنان من سوريا تهوا عنا شبكه وفعمل في تدويربات وعرفت دي فورماسيون معني الواي لا لا نجاوبك 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 بالسياسه خلي يكمل عدنان عدنان معنا هو اللي في الهاتف عدنان تفضل تفاعل لي مع الكلام اللي كان يقول فيه حسان. والله انا لاني ما عنديش الحقيقه المطلقه انا فقط نحكي على منهجيه في تناول هذه القضايا كيفاش نتناول مثل هذه القضايا مش توليش معناها ديوان ورقليه كل واحد يعيط من جهه وكل واحد يقول كلام من جهه الحقيقه ما هي ظاهره هي اما التساؤلات لابد ان اولا وبالذات نخليو الناس تلقي تساؤلات عبير موسي ولا غير عبير موسي بالضبط تولي فما نوع من الاتهامات خليني نقول الإشارة إلى أشخاص بعينهم ما فيها بس أنه كل شخص على الأقل يبين بالوضوح الكامل وبالجدية الكاملة بالجدية الكاملة مش بالكلام اللي كلمتك به كلمت به معاكم أنا سمعتها نهار معاكم في التليفون السيدة عبد الله هذا حقيقة ما أقنعتنيش حدثت مع مبروك خدير هكا قابلتها صدفة في بلاتو حكيت لي حكاية معناها ما ماشي معناها جدية وناضجة وواضحة وعارفة روحها اش تحب تقول الكلام يقول فيه حسان توا يستقيم إلى حد ما مبدئيا من ناحية المبادئ ومن كإعلان مبادئ يستقيم لكن المسألة ما يلزمهاش توصل أنها تسمم الأوضاع وتسمم وضعية الإعلام أكثر من اللي هي مسمى ولهذا أنا مع الحديث في الموضوع واضح عدنا بالحاج عمر الناشط السياسي شكرا جزيلا لك. يلا سؤالي في البلاتو قد يكون التفاصيل هذه في محل موضوع للتقاضي بين الطرفين بين النقابة وبين الحزب الدستوري الحر التفاصيل والحيفيات هذه لكن خليني ما نبعدوش على ما هو جوهري اللي قاعد تثير فيه توا عبير موسي واللي المشكلة أنه تم إثارته ويثير فيه رئيس جمهورية قيس سعيد ويثير به كل من اللي عنده مشكلة مع الإعلام أنا الإعلام مخترق والإعلام اخترقته قوة أجنبية دول الناس تحكي على دور لقطر مثلا في تمويل في وقت من الأوقات تجارب تلفزيونية وصحفية دور للإمارات العربية المتحدة في إطار العركة زادة في تمويل منابر وصحف إلكترونية وصحفيين وكذا دور لدول ولكن من وراء جمعيات الناس اللي تتقاضى وقال شنو علاقات مع جمعيات دولية وكذا واستمرارية وهذه الشبكة مرتبطة بالشبكة الفلانية وتتقاضى المبالغ الفلانية وكذا هل تعتبر ذلك اختراق أم أنها لعبة عادية يا جماعة الخير صارحوا المستمعين مثلا واحد من الناس صارحوا المستمعين يقولوا لهم ذاك حال الإعلام بارتو في العالم الكل حال الإعلام الارتباطات هذه لكن حاسبوا بعد فليكن المستمع القدرة على التمحيص تعرفوا لهنا يشم ريحة الإمارات يتسائل يشم ريحة قطر يتسائل يشم ريحة توجيه ما يتسائل أم أنه لا يلزمنا نقول خلنا نسمع نجيب ما سمعتوش وقت اللي يتفاعل مع عدنان ترى في تقديري 10 سنين الخراب ما ضربش كالمؤسسات الاقتصادية والقضائية زاد ضرب المؤسسات الإعلامية ومن أخطر المراسيم اللي صارت هي كمراسيم للجمعيات في تونس يعمل جمعية باسم كذا يربط بها كذا يولي شراكة يولي تمويل يولي كذا في تقديري أنه فما صوارد فما مصالح في العالم ما فماش واحد يقولك باش يكون صحفي لله ما فماش لله خدمته باش يكون صحفي ما فماش لله
معناتها جمعية من خارج تونس باش تكون ناس في تونس مش لله عندها مصلحة لغاية في نفس يعقوب ربط علاقات عادي جدا تمام. هذه هي وصلنا به عابر موسي من حقها من حقها تطرح المواضيع هاو أنا واللي وين مرتين متتاليتين عندي مشكلة فيش سوس المبروك جبدنا عليها المرة الفاتت والدخل تمام قلت باش نقاضي عابر موسي ما قضتش عابر موسي اش معناها معناها سوس المبروك خايفة ما قضتش ما ولا هنا شكون يفصل الكلام صحيح ولا غلط تو عابر وبالمجموعة بتاعها والتحقيق اللي عملته الداخلي في حزب وكذا باين تبط صورها وكذا فلان ربط مع فلان وفلان ربط مع فلان ربط مع فلان في المقابل الاخر باين واحد ما بتاع رقابة الصحفي انكر ما نسب اليه وقال لك لا وسنذهب للقضاء وسنذهب للقضاء انا اتمنى تمشي للقضاء وتمشي النقابة تمشي للقضاء فعليا وليس على قضية التشويه على قضية فتح تحقيق في الكلام هذا ايه طبعا هي معلوماتك انا ما صبتش قضية نتمنى تكون صبت قضية فعليا مش باش نقاضي لانه حتى سوسن تذكرها في البلاطو لهنا سوسن مبروك اسمع في تلميحات سوسن مبروك لهنا والناس الكل قالت باش نعطي المحامية ايه ومعطاتش وندرس وما فماش قضية معناتها كيفاش سوسن عرفت في كيفاش مبينوا فهمني ولا العملية اللي تحكي في عبير لانه هذه حقيقة مضايا للإعلام مخترق واضح للإعلام مخترق وعلى ذاك رئيس الجمهورية يقول لك التفكير حرية التفكير قبل حرية التعبير ما انت مش باسم الحرية برا حرية التعبير مرتبطة بارتباطات بارتباطات خارجية وكذا وارتباطات خارجية وارتباطات تمويل وارتباطات سوارد وبعد يولوا يلعبوا فيها شرف يلا خلنا نسمع زياد وما تحسين الإعلام هو شأن وطني نعم يهم التوانسة كل نعم وبالتالي فهمتي حق كل تونسي أنه باش يكون عنده فيه رأي ويكون عنده فهمتي موقف مما يجري فيه نعم. خاصة وأنه اليوم الحرية الوحيدة اللي بقت لهم التوانسة بعد 2011 هي حرية التعبير وحرية الإعلام أنا أقول لك عبير موسي من مسؤوليتها ومن واجبها أني كيف تكتشف وجود شبكات من نوع هذا اللي هي فهمتي مشبوعة أني باش تطرح الموضوع وتتساءل فهمتي حوله وتطلب أجوبة ومن واجب المعنيين بالأمر أنهم باش يجاوبوه بالضبط هذا من ناحية المبدئية لكن عبير موسي مش من حقها أنا باش تتدخل فهمتي شكون يكون نقيب وشكون ما يكونش نقيب وشكون اللي لازم يقدم استقالته ولا فهمتي نحوه لزوم ولا فهمتي مش من حقها هذاك فهمتي قرار يهم الصحفيين التوانسة أنا ما سمعت حتى صحفي فهمتي مرة فهمتي جاء قال يختلف مع عبير موسي في سلوكه وفي تصرفاته وفي مقابل فهمتي به قال يلزمها تستقيل ولا يلزم يحط واحدة فهمتي غيرها هذاك شأن حزبها فهمتي بيناتهم أنا نقيم فعل فهمتي معين لكن القرارات الحزبية هذيك بتاع أمورهم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية موضوع فهمتي أطلنتس وصوت المبروك موضوع ثابت وأنا جبت استظرت المرة الفاتت هم جابوا الموقع كيفاش أنها تنحات الصورة وقالت الصورة بتاعي ذيك مركبينها ولم تقل الحقيقة لم تكن صادقة لأنه فهمتني جبت الموقع الأصلي بتاع فيسبوك بتاعهم بتاع الأطلنطس هذه أول التأسيس موجودة فيه وبنفسك الصورة ذيك بصفتها وزيرة لكن بعد بدلوا ما عادش ولوا وزراء ولوا كتاب دولة ولا خرجت من الحكاية يدخل في البرلمان فهمتي غيره وسي إبراهيم بودربالة في عود يفتح تحقيق في الموضوع اللي يحكوا على السيادة الوطنية فيديو كذا تلففت الحكاية فيديو حاولنا في البش سوس المبروك مذنبة وما دي جلاسي لأنه نقيب الصحفيين تمام سي زياد ما نقيمش كيف كيف في تقدير ما قالكو عنده إثباتات على سوس المبروك وما عندوش إثباتات على نقيب الصحفيين عبير موسي هو زياد دخل الفيسبوك سي زياد ايش عمل دخل الفيسبوك بتاع أطلنطيس من واجب خدمته باش يكتشف الحقيقة عبير موسي دخلت وهبطت تصور والارتباطات تاع العباد في نقيب الصحفيين موجودين في موقع هي عملت عليهم هذه مغالطة عيني عينك عبير وهو تو ياسر عاد هكا بصراحة وقت اللي نحكيو الحجة الوحيدة اللي تم استناد عليها ستاتي فيسبوك اقحام اسم ستاتي فيسبوك موجود هبطوه نهن بالانضمام تم الرفض الانضمام هذه اللي تحجب شبكة محرري الشرق الأوسط باعتبار ان الحل على اساس لكل النقابات العربية استدعاء معناه توجهت لهم دولة يكونوا اعضاء في شبكة هبطوا ستاتويات عرفتها للنقابة الجزائرية العراقية لما عرفتها هي اسمه اللامي عرفتها نقيب العرب صحفي العرب نقيب صحفي العرب الكل قطرها بعرفتها بمصر بغير
النقابة الصحفية رفضت، قالت لهم ليه ما تهنيونيش انا مانيش معك غير معنيه هذا هذا اللي ياخذوه اطلانتس واطلانتس تو انا باش نعرف اطلانتس ما هاو جيب كيفاش عرفت اطلانتس تم ربط اطلانتس بالنقابه عن طريق الاتي ليلى عطيطل خذت شهاده من اطلانتس ليلى عطيطل في شبكه محرري شبكه محرري هنت بهد جلاسي جلاسي ولا في اطلانتس شفتك الدوره بتاع تهبل راهو هذه عقليه المؤط يا نجيب سمعتك حتى لين هزيت ونفضت فيها هذي. ركحت على هكا عبير موسى قال لها جبت لها فم الله يهديك ربي يهديك ربي راه تحكي على دله هاي لدله الاخرى انه نقابه الصحفيين وقعت اتفاقيه مع معهد فرنسي قانوني ينشط في فرنسا للحصول على دعم للصحفيين اللي يحبوا يكملوا ترازيم سيكل او يقراوا في هذا المعهد والمعهد هذا دعم الاتي دعم فرنسي تحت رقابه الدوله الفرنسيه معهد معناه معهد عالي شكون المعهد هذا والله ما نذكرش اسمه لا ما كانش هاي المشكله في المطار حركه 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 حنجي بركه تنقيس ديريك تعرفت كاك العام ذكرتني كنا قاست على هذا دور قبل ما يتوجد يحكي نقزت ريت جابك المشكله وين انه العباد تنسى ان العوامل التالي كانت تحكي على كتاب هيلاري كلينتو قبل ما يتطبع وهي قراته وشافت ورات المؤامره المؤامره الاتي هذا المعهد في ضمن نشاطاته مصححه مع شبكه محرر العرب مصححه مع كل شبكات العربيه شركات هذه ما عنديش مشكله يقول لك انا صح انا شني بدخلي نقابه صحفيين صحت مع معهد مستقل بذاته مصحح هو شركه مع بلاصه اخرى شني باش نحكموا نحن في المعهد هذاك مع شكون يصحح بالضبط يا اخي شني له بالي نحن فيه علاش ما يتحلش تحقيق علاش توصل مبروك نطلب ابراهيم مبروك ومهدي له هو حسب فهمت في الاقل مبروك تو الامم المتحده ما هو اسرائيل كامله العضويه فيها وانت مشيت للامم المتحده هكا عاد نولي نجم نربط المؤامرات بشكل معناها ساهل برشا رد بالك المرحله ارتأست هند على ذاك باش مستندين اخر مستندين على مواقع صفراء مصري كي تسال اي جورناليست مصري محترم اي تونسي تو عنده صديق مصري يسال على جمله من المواقع راه ثم مواقع بتاع مخابرات عندها رول واضح تشوه تستند على هذا الكل وتبني سرديه تقول فيها الاتي معطيات عبير من الجرائد المصريه عندي معطيات مغزولي ما نسميش الشخص اللي ما بكلف بالاعلام بتاعها اللي قاعد يدور وياكل عرفت يلملها في ليزانفورماسيون واللي هو عنده تصور هايل للاعلام وهو عمر مارين يكتب حاجه تصلح شخص من غير ما نسميه هو اللي قدم لها في الاستشارات الاستشارات هون هزتها تحكي على اطلانتس وتجيب بثله مساله بينك وبين سياسيين تم طرحها في الاعلام سامعوك سامعوك اما وقت اللي تجيب ريتها باش تستند راهو تستند واضح او الاتي زاد كذلك فلان نجم الزعيري فلتان مبروك خذير غير وغير اول حاجه ساعه تصيفه العباد مش موجودين في النقابه نجوى الهمامي زميلتنا كانت ومشات مبروك خذير كانت ومشات خليني نختم لك وقت تبني سرديه على معلومه واحده اللي هي ستاتيو فيسبوك هبط فيه تصويره وتنسى انك تغزر للتكذيب او للرفض واضح وتبني تا 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 يقول لك لهنا راه هزان ونفضل اشهار انا راني ننزه نقيبنا وكل زملائنا اللي تم التعرض لهم اشهار ونرجعوا لجريمه قتل هزت الساحل وسوسه تتتالى جرائم استهداف النساء النساء المتزوجات من طرف ازواجهم المره هذه خنق للاسف زوجته حامل في الشهر الخامس وقتلها تفاصيل باش يكون عندنا مباشرة في الفري فود لانفو من سوسة من الناطق الرسمي باسم حاكم سوسة تبقاو معنا بعد الشهر انتم تسمعوا في اميسيون امبوسيبل برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو 58 دقيقة ديديكاس للمستمع الوفي الصديق عاصم العيادي من باريس يسمع فينا عاصم نقول لك سلمنا على الناس الكل الغديكة اللي معاك التوانسة الأحباب الأصحاب سورتو الجوابسية الجابس اللي انت منها ان شاء الله نهارك مبروك تستمع معنا توا الفري فود لنفو بدقة مع أريج الحمروني صباح الخير مرحبا بك في مستمعي اذاعه اي اف ام باش نحكيوا مره اخرى على توالي وتواتر الجرائم الموجهه او ضد النساء على ايدي ازواجهن المره هذه جينا جريمه من سوسه باش نحكيوا على تفاصيل وحقيقه مقتل حامل على يد زوجها وشنو الصحيح من الغلط في الاخبار اللي قاعده تروج حول الموضوع هذا بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم محكمه سوسه باش يوضح لنا اكثر تفاصيل سيد رشدي بن رمضان الو صباح الخير مرحبا بك
شكرا لك على تلبية الدعوة. الأخبار اللي قاعدة تروج أنه تم قتل زوج لزوجته اللي هي حامل في الشهر الخامس وأم لأربعة أطفال، شنو صحيح من الغالط في الموضوع وخنقا بالضبط وشنو تفاصيل الجريمة؟ هو فعلا تاريخ يوم الأربعاء تم الاتصال من طرف مصالح مستشفى القلعة بالوحدات الأمنية مفادها أنه قبولهم جثة امرأة منها رجلها يكون توفاة في الطريق. لا إله الله محمد رسول الله. تكتيف الأبحاث من طرف النيابة العمومية وسيد قادة التحقيق والبحث الابتدائي توجهت الشكوك انه معناها الوفاه ماهيش طبيعيه، بل معناها بفعل فعل، معناها نتيجه قتل الزوج والزوجه اللي ماتوا برشا خلافات زوجيه، وهذا باقرار الزوج وثابت معناها من السوابق اللي موجوده في المركز وفي المحكمه. بالنسبه للطب الشرعي بعد تشريح الجثة يقول انه الوفاة ناجمة عن اختناق بالضغط على مستوى الرقبة. الزوج ناكر معناها الحد اخر الصباح، يقول انها توفيت نتيجة صرعة، معناها فريز ويقول عندها صرعة وتوفيت وما عنده حتى دخل في القتل وما تمش خلافات زوجية بيناتهم. هي ام عندها اربع صغار صحيح، الولد الكبير عمره تقريبا 12 عام والصغير 3 سنوات، لكن ماهيش حامل. يعني تمشي حكاية الحمل اللي قاعدة تروج على مواقع التواصل الاجتماعي. لا لا ماهيش حامل. فهمت، يعني هي فقط ام لاربع اطفال. ام لاربع اطفال، ما فماش معطيات معناها تشير انها. بربي سيد الرئيس قديه عمرها الله يرحمها؟ والله الله يرحمها، هي العمر ما عنديش بالضبط، طبعا مش كبار معناها اقل من 40 شويه هيك، انا ما نعطيكش معلومه غلط باش نقول لك بالضبط. انا في المعنى في المعدل هذا ما بين 30 35 كيف هيك زوجها، المفروض عنده 16 عام زواج، عندهم اربع اطفال، الكبير كما قلت لك عمره 12. السيد الرئيس صباح الخير. سيد الرئيس معك نجيب الجزيري. صباح النور. سيد الرئيس معناتها حسب الابحاث الاوليه فماش قضايا قبل تصبت بين الزوج والزوجه؟ فما موجود موجود وهو محكوم، اي محكوم من اجل العنف، من اجل الاعتداء على زوجته معناها نفسيا وماديا. يعني سيد الرئيس محكوم عنده مدة في علاقة بزوجته هذية، ورغم ذلك ما وما طلقوش، معناها قعدوا مع بعض، قعدوا مع بعضهم. هي في تقريبا في القضايا الكل حتى رجعنا لها انها تشكي وبعد تسامحوا. ايش تعرف العلاقة بين الأزواج، معناها تبدأ متشنجة شوية بعد يهدأ ويقدموا اسقاطات لبعضهم. سيد الرئيس الوضعية الاجتماعية يخدم زوز ولا الاثنين يخدم؟ هو يخدم في ديوان الأراضي الدولية وهي تخدم في مصنع. سيد الرئيس فل وين سيد الرئيس المرحومة وين كانت تخدم؟ في مصنع. مصنع معناها يخدموا على رواحهم بمدخول. يخدموا. سيد الرئيس في قانون 2017 المنمر بتاع منهضة العنف ينص على انه الاسقاط لا يلغي التتبع. صحيح. لماذا لم يقع القيام بها بتفعيل القانون؟ هذا سؤال للقضاء، معناها علاش ما مشاوش حتى بالاسقاط لانه يتم المحاكمه؟ احنا القانون يخول للمحكمه في صوره الاسقاط تخفيف الحكم، مش محول العقوبه، معناها مش يتفصل العقوبه. بالضبط. تخفيف الحكم مثلا من سجن تولي اختيار، من سجن نافذ تولي صرفي. دونك يدينا بصفه عامه في خاصه الخلافات الزوجيه، ونقولوا احنا طالما تراضوا وتصالحوا. وعاده الخلافات الزوجيه شنو هي؟ معناها كي يبدا عنف موجود اللي قوي برشا، معناها عنف بسيط نتاع وش نتاع حاجه، والا معناها بالكلام ولكنه عنف. ايه عنف، ايه عنف خفيف.
راني مش مضرر. نعرف ولكن سيد رئيس ما نتصورش انه فما عنف خفيف يبرر انه متغشش يعني في جملة انه بسبب الغضب. مانيش مضرر في حتى غضب. اكيد. لكن نحكي لك معناها الواقع شنو يفرض. واضح. انه يتعاركوا من الاول يتوقف السيد او الزوج او الزوجة كيف كيف. يتوقف بعد يتحال على المحكمة يجيب له اسقاط او يجيب لها اسقاط. المحكمة تاخذ بعين الاعتبار الاسقاط والظروف العائلية انهم يخدموا الاثنين باش ما يخسرش خدمته باش هي عندها عائلة معاها يوقف معاها بشكل الصغار اللي موجودين ما يقول لك يتموا بالحياة لخاطر الحبس مش سهل. انصحكم عليه كذا شهور حبس ولا معناها مدة سجنية ينجم يخسر خدمته وظيفته مشاكل تزيد تتعمق. هو المحكمة تمشي تخمم هو القاضي تمشي تخمم يقول لك طالما هما تخمموا واضح سيد رئيس. نستغل فرصة وجودك وانت الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة باش ناخذ من عندك بعض المعطيات القانونية. تو واحد كيبدا جمعية بالنجم الرياضي الساحلي اللي رافع به قضية يهبط يحقق في سوسة ولا وين قال التصريحات بتاعه؟ والله المجلة تقول ايش تقول؟ تعطي اختصاص للمحكمة وين موجود المتهم وتعطي اختصاص للمحكمة مكان القائم قبض عليه وتعطي اختصاص مكان معناه نجيب تزيري كان يتشد في الحمامات وين يتهز الخبيب يجيك لسوسة ولا في تونس ما تعرف البارح بلاغ والإطوال باش تشكي وكذا وعلى كل مساكش احنا راهو كان تحب تاخو اعترافاتنا من توا باش يقول لك مراد صغيدي هو اللي قال لنا راهو من توا تنجم تسجل علينا الاعترافات. يعني التحقيق اذا كان فما حاجه في محاكم سوسه ولا محاكم تونس؟ هو كما قلت لك المجله تعطي الاختصاص الاكثر من المحكم معناها مكان ارتكاب الواقع في تونس الواقع في تونس الواقع في تونس ينجم يكون الاختصاص محكمة تونس اللي كان المتهم معناها مكان القبض على المتهم تونس تختص تونس. وحاجة أخرى لازم نفرق ما بين التتبعات وما بين المحاكمة. بالضبط التتبعات. لا انا ما نحكيش على المحاكمه السيد رئيس على التحقيق تتبعات مثلا حتى عند باحث البدايه لازم نصير نعطيك حاجه بسيطه ثم جرائم ما تنجمش تعرف اين ارتكبت ومبدئيا من الاول انت باش تمشي على اساس كلام الشاكي بالضبط راهو في بالضبط تختص محكمة سوسة المرتكبين يقول لك لا بالضبط صارت في تونس كما قلت لك يوقع التخلي هكا هو مبدئيا التتبعات ما فيهاش واضح كريتير واضح هاو نجيب مالها هاو نجيب تزيري جايكم قريبا واحنا كما قلت لك نعاودوا ناكدوا اعترافاتنا حاضره من توا شكون اللي عمل العمله نجيب مراد صغيدي يعطيك الصحه السيد الرئيس على التفاصيل سي رشدي برودان ناطق رسمي باسم محكمة سوسة كنت معنا يعطيك ألف صحة سيد رشدي برمضان نطق رسمي باسم محكمة سوسة على كل هذه التوضيحات والتفاصيل شكرا لك. لو ناخذ تعليق لكن مع زياد وحسين واللي جمعنا جوست بعد جهان كالعادة ميتيو الأخبار تبقوا معنا بقية فقرات إيميسيون امبوسيبل يفام ميتيو. صباح الخير صباح الفل على توينس.